ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين وكل صيف وانتم كويسين. النهاردة هنتكلم عن فيلم من افلام الصيف. يلا نشوف هنتكلم عن فيلم ايه. يلا بينا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم مندوب مبيعات. لا، الورد ده مش ليه. امال لمين؟ لامك. البمك. العيال اللي انت جايبهم هم دول اللي هيخلصوا لك الموضوع. هطلب منك محاسبك. هيتجنن عليك. ما يتجنن. ما تيجوا تاخدونا. انتوا فين؟ احنا تايهين. فين الرجوله؟ فين المروءه؟ انا مش فاضيه لشغل المراهقين ده. فين البوليه؟ الدنيا في وشك هبه. الفيلم بيدور حوالين سفر سعيد للعمل في دبي بعد وفاة زوجته، ثم بيبدأ البحث عن علاقة عاطفية جديدة من أجل الزواج والاستقرار، لكن بتفشل كل محاولاته دايما لحد ما بيتعرف على فريدة وبتنشأ بينهم علاقة حب متبادلة. طلق عرض فيلم مندوبي مبيعات في دور العرض المصرية بطولة الفنانة أيتن عامر والفنان بيومي فؤاد، وهو التجربة الإخراجية الثالثة للمخرج حامد صالح، وبيشارك في بطولة الفيلم مع بيومي فؤاد وأيتن عامر كل من أحمد فتحي وإسلام إبراهيم وهبة عبد العزيز وأيمن أنديل وإيمان يوسف. وبتدور أحداث الفيلم حوالين مشاكل زوجية بتدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة مندوبي مبيعات شركة سعيد، اللي بيدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بيها، فبيكونوا سبب في تعقيد الأمر بينهم بشكل يعوق تحقيق طموحات سعيد. بينافس فيلم مندوب مبيعات حاليا 11 فيلم، وهم العميل صفر لأكرم حسني، أولاد حريم كريم لمصطفى قمر، وش في وش لمحمد ممدوح وأمينة خليل، خمس جولات لنور النبوي وآدم الشرقاوي، بيت الروبي لكريم عبد العزيز، مرعى البريمو لمحمد هنيدي، على الزيرو لمحمد رمضان، مستر إكس لأحمد فهمي، وتاج لتامر حسني، والبعبع لأمير كرارة، والبطة الصفرة لغادة عادل. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن الفيلم اللي كنا بنتكلم عنه النهاردة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. كان معاكم أحمد محمود، قناة ترند. شكرا يا شباب.